رفض دورنا الكريم مجموعة من الشباب الموريتاني الحالم لوطن لا يمتهن كرامة أبنائه ولا يتركهم بين خيار الهجرة أو التطرف ونبذ كل قيمة نبيلة رباهم عليها معلمهم الأول. رفض للمساس بأمن هذا الوطن المخطوف من طرف بارونات الفساد والإفساد. رفض للعبث والتلاعب بوحدة الوطن من طرف بارونات الفساد والإفساد. رفض للعبث والتلاعب بوحدة الوطن واستشامه الاجتماعي الذي تهدده أخطار جسيمة تلعب السياسات على النظام فيها أدوارا تساهم في توسيع الهوة بين مختلف شرائح هذا الوطن العزيز. حركة شبابية نضالية مستقلة تسعى إلى القطيعة مع دولة العسكر وتنفذ الحرية من أجل المساهمة في تغيير هذا الواقع الذي نرفضه جميعا. الواقع الذي يعيشه الوطن والذي عبرنا عنه وشرحناه في بياننا التأسيسي والذي يمكنكم أن تعودوا إليه يتطلب تضافر كل الجهود من أجل تغييره. تعتمد الحركة كل الخيارات والأساليب النضالية لتحقيق أهدافها والتي تساهم في تغيير هذا الواقع والحد من سفرة العسكر وتحكم لوبيات الفساد في مفاصل الدولة.